مسجد بن يوسف بمراكش شيده علي بن يوسف بن تشفين سنة 1120 ميلادية ليؤدي وظيفتين، الأولى دينية تعبدية والثانية تعليمية. ظل الجامع يحمل اسم من بناه عبر القرون، فقد أولى علي بن يوسف بن تشفين عناية فائقة بهذا الجامع، ولتصويب قبلته استعان بأربعين فقيهاً من فقهاء الأندلس. عندما دخل عبد المؤمن الموحدي مراكش أعاد بناء المسجد وأدخل عليه مجموعة من التحسينات. جدد في العهد المريني يوم بنيت مدرسة بن يوسف من طرف يعقوب المريني، فأتمها أبو الحسن وخضعت لمجموعة من الإصلاحات من قبل عبد الله الغالب بالله السعدي سنة 973 هجرية. منذ أن أسس جامع بن يوسف وهو مركز من مراكز العلم والثقافة تشد إليه الرحال وتعج رحابه بالعلماء، مئذنته المرابطية عظيمة ضلعها 12 متراً، وبما أن ارتفاع مآذن هذا العهد يضاعف عرضها 3 مرات فإن المئذنة كانت ترتفع إلى 36 متراً. يضفي تنوع ووفرة الأشكال والزخارف على هذه المعلمة الدينية طابعاً أندلسياً خالصاً. تنوع مواد البناء والزخارف يجعل المكان تحفة فنية من المعمار الأصيل، فخشب الأرز موجود في كل أنحاء المعلمة، في القبب الفخمة للدهليز وقاعة الصلاة وأسقف الممرات. الأسقف ملبسة بالعود المنقوش، علقت فيها ثريات متفاوتة الأحجام والأشكال تنير المكان وتكشف مزيداً من صور الإبداع. رصعت أرضية بيت الصلاة بالرخام الذي استعمل بكثرة خاصة في الصحن. بيت الصلاة مكون من 3 بلاطات عرضية يفصلها صفان من الأعمدة المرصعة بالزلج. يكشف المحراب عن مواد وزخارف بديعة تعبر عن غنى هذه المعلمة، ويشكل هذا المحراب المزود بشرفات خماسية الأضلاع قوساً مدعماً ب4 أعمدة صغيرة من الرخام. يميز هذه المعلمة استعمال الزلج بألوانه المتنوعة وأشكاله الهندسية وتقنيته المختلفة، إذ يغطي أسفل الجدران وكذا الأعمدة. في هذا العصر توحدت الأندلس والمغرب وازدهرت الثقافة الإسلامية، ونزح عدد من علماء الأندلس وكتابها وفقهائها إلى مراكش لينعموا بالنفوذ في كنف الخلفاء، وبذلك تكاثر الطلبة المتعطشون للعلم في المدينة الحمراء. الله أكبر. لا